السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي مع لقاء جديد من لقاءات ودروس جراحة العظام. نخصص الحديث هذه المرة لموضوع خلع مفصل الكتف shoulder dislocation. وقبل أن ندخل في صلب الموضوع ألا وهو خلع مفصل الكتف، لابد وأن نلقي نظرة على التشريح أناتومي، تشريح الكتف ومعرفة خصائص هذه المنطقة بالتحديد، لأن هذا الموضوع يعتبر أساس لمعرفة المرض وتشخيصه وكذلك علاجه. طبعا مفصل الكتف يتألف من مجموعة من العظام نذكرها بالتحديد. أولا عظم العضد اللي هو الهيومرس، وبالذات المنطقة العليا منه اللي هي تمثل الرأس، رأس عظمة العضد والله الهيد اوف ذا هيومرس. وبالمقابل هناك تجويف المفصل، هذا التجويف يقع في لوح الكتف اللي هو نسموه سكابولا، وبجوار المفصل بتاع الكتف هناك عظمة بارزة من أعلى السقف نسميها أكروميون أو الأخرم، عظم الأخرم باللغة العربية أو أكروميون باللاتينية. وبجوار الأكروميون هناك الكلافيكل اللي هو عظم الكلافيكل أو الترقوة، اللي يمثلوا الاثنين مع بعض مفصل نسموه الـ AC joint اللي هو الأكروميو كلافيكولر جوينت. هذه هي أهم المكونات العظمية بالنسبة لمفصل الكتف. لابد أن ننتبه إلى أن هناك مكون مهم جدا في المفصل نسموه كبسول أو المحفظة الزلالية، اللي هي منطقة ليفية تحيط بالمفصل، تحيط برأس العضد والتجويف المفصلي الكبسولة. كذلك هذا المفصل يعتمد اعتماد كبير جدا على سلامة وقوة الأربطة المحيطة به اللي نسموها ليجمنتس. شوف الصورة حاليا أن المفصل مربوط في الحقيقة أساسا بما يسمى بالأربطة وليس فقط بالعلاقة العظمية بين قطعتين من العظام. هذه الأربطة هي أربعة بالتحديد نسميها غلينو هيومرال ليجمنتس لأنها مجموعة، ثم كوراكو أكروميال ليجمنت، ثم كوراكو كلافيكولار ليجمنتس، وأخيرا ما يسمى بالترانسفيرس هيومرال ليجمنت. نلقي نظرة عليها في الرسوم القادمة. نلاحظوا في هذا الرسم كوراكو أكروميال ليجمنت، كوراكو هيومرال ليجمنت and غلينو هيومرال ليجمنتس مع بعض. وهذا رسم توضيحي آخر يوضح شكل وموقع الأربطة المحيطة بمفصل الكتف وكذلك الأوتار. مثلا هناك الأكروميو أو الكوراكو أكروميال ليجمنت، ثم ترابيزيويد ليجمنت، هذا ليجمنت صغير، وبجواره الكونويد ليجمنت اللي هما يشتركوا بين عظمتين الأكروميو والكوراكويد. كما نرى أيضا أن هناك الإنفرا سبينيتوس مصل تندون والسوبرا سبينيتوس تندون، وهكذا يعني هي مجموعة من الأربطة اللي يعتمد عليها المفصل في ثباته وفي استقراره وفي حركته في نفس الوقت. وهذا الرسم بالذات مخصص لتوضيح موقع وشكل أيضا ليجمنت مهم، يعني رباط مهم نسموه ترانسفيرس هيومرال ليجمنت، جاي في محادات رأس الهيومرس، محادات رأس العضد. واضح جدا نشوفوه أنه هو
يعني بيشد أو بيربط التندر اللي جاي من ال long head of biceps muscle. طبعا هناك أيضا العضلات اللي تحيط بمفصل الكتف المهمة في حركته: supraspinatus muscle, infraspinatus muscle, subscapularis, وكذلك هناك teres minor. هذه العضلات مهمة للغاية. نلاحظ أن الأربطة بتاعها قوية وتحيط برأس العضد وتحافظ عليه ثباته وحركته في نفس الوقت. نلاحظوا أيضا أن هناك ما يسمى بالسب أكروميال بارزا أو الكيس أو الوسادة الزلالية اللي جاية بين الأكرم وبين الرأس بتاع الهيومرس. هذه الوسادة مهمة للغاية، تلتهب في كثير من الأحيان، تؤدي إلى مشاكل ومتاعب كثيرة. هذا رسم تخطيطي يبين شكل وموقع مفصل الكتف اللي يتألف من الكرة اللي هي رأس العضد head of humerus اللي هو البول، بول كرة يعني، كذلك التجويف المفصلي سموه cavity تجويف ليقع في داخل لوح الكتف، وهما الاثنين الجزئين هذا يكونوا المفصل. ايضا هناك الاناتومي اوف اكس راي فيو اوف شولدر، يعني الصورة التشريحية لصورة الاشعة للمفصل، تتألف من اكروميون او الاخرم، عظم الاخرم كلافيكل ولا باللاتينية كلافيكولا اللي هي الترقوة، وكذلك greater tuberosity نشوفوها بارزة وواضحة، العظمة الصغيرة اللي بارزة من رأس الهيومرس head of humerus. كذلك فيه حاجة اسمها lesser trochanter أو tuberosity lesser tuberosity، وطبعا يبان الهيومرس shaft. هذا بالنسبة للإكس-راي فيو. من الشائع طبعا أن المريض يأتي إلينا بألم وبشعور بالانزعاج في منطقة يحددها بيده ويضع عليها أصابعه اللي هي منطقة الكتف من أعلى، وخصوصا في ما يتعلق بشولدر ديسلوكيشن أو الخلع. فالمريض يشعر بعد الخلع مثلا وكأن فعلا المفصل يعني منعزل، أو نقدر نقوله أنه هو فقد الثبات وغير المريض غير قادر على تحريكه والتحكم فيه. من المهم أن نعلم أن مفصل الكتف يستطيع أن يقوم بسبع حركات، سبع حركات مهمة هي الأدكشن أي التقريب، الأبدكشن اللي هي التبعيد من الجانب، فليكشن اللي هي رفع الذراع إلى الأمام هذا يسموه فليكشن، إكستنشن رفع الذراع إلى الخلف، إنترنال روتيشن دوران داخلي، إكسترنال روتيشن دوران خارجي، وكذلك الدوران الكامل اللي يقولوا له 360 درجة سيركمدكشن. من الخصائص المهمة أيضا الوظيفية لمفصل الكتف أربع خصائص نذكرها بالتحديد. أول حاجة conformity معناها تطابق. ثاني حاجة اللي هي adhesion والcohesion يعني الالتصاق والتماسك بين قطعتي المفصل. كذلك finite joint volume يعني أنه هو ليه حجم محدد. رابعا ligamentous stability يعني ليه ثبات بواسطة أربطة. هذه هي الخصائص المهمة في حركة الكتف وثباته. من الرياضات اللي توضح أن سلاسة حركة الكتف وأهميته وقداش هو عنده من قدرة على مدى حركي واسع اللي هي السباحة. The shoulder joint is the most mobile joint of the body.
with the best range of motion. فعلا يعني نلاحظ عند السباحين وخصوصا المهرة منهم واللي هم محترفين عندهم لياقة بدنية عالية. الفضل يرجع فيها إلى حرية حركة مفصل الكتف بالذات. وحرية مفصل الكتف نلاحظها في هذه الصورة، فنبين أن الحركة تكون في مختلف الاتجاهات، تقريبا في جميع الاتجاهات. ما فيش أي مفصل آخر في جسم الإنسان يقوم بهذا العدد وهذا الكم من الحركة مثل حركة مفصل الكتف، وهذا الشيء له ثمنه طبعا. فنلاحظ مثلا تعدد الاتجاهات في الحركة اللي يقوم بها مفصل الكتف، إلى الأمام، إلى الخلف، إلى الجانب، حركة دوران وهكذا. رسوم أخرى تبين المالتي دايركشنال موبيليتي، يعني الحركة اللي هي متنوعة في اتجاه العديد من الاتجاهات، سواء الحركة إلى الأمام والأعلى نسموها فليكشن، أو حركة الذراع إلى الخلف نسموها اكستنشن وهكذا، أو حركة التبعيد يعني رفع الذراع إلى الجانب، هذه نسموها تبعيد، يعني بعدنا الذراع عن جسم الإنسان، هذه نسموها تبعيد أو نسموها أبدكشن. وهذه بالذات من خلالها نختبر حاجة مهمة سبق وتحدثنا عنها في واحد من أجزاء الحديث عن الكتف وعلاقته بالطب الفيزيائي، اللي هو Painful Arc Syndrome، يعني القوس المؤلم، القوس وتلازمة القوس المؤلم، لأن خصصنا 10 أجزاء من الحديث عن الكتف وعلاقته بالطب الطبيعي. هنا يقوم الإنسان بحركة ما يسمى بالإليفيشن اللي هي الرفع، ولكن هي في نفس الوقت تعتبر حركة فليكشن، ولكن في وضع الاستلقاء على الظهر. لماذا لا تكون 180 درجة؟ لأن في الحقيقة حتى تصبح 180 درجة لا بد من حركة لوح الكتف اللي هو سكابولا. في وضع الاستلقاء على الظهر الإنسان لا يستطيع أن يحرك سكابولا بحرية كما هو الحال أثناء ما يكون واقف، وقوف حر. لما يكون واقف يقدر يرفع ذراعه إلى مستوى 180 درجة، لكن لما يكون مستلقى على ظهره يرفع يدوب إلى حدود 160 درجة 140 درجة فقط، لأن السكابولا تكون محصورة تحته مباشرة، ولهذا نسميها elevation رفع. هذه الجوانب من الحديث عن الشولدر anatomy مهمة جدا للطبيب أن يعرفها جيدا، سواء في مجال جراحة العظام أو مثلا في مجال الطب الفيزيائي، لكي يكون على علم ودراية جيدة بها ويرجعها قبل يتعامل مع المرضى، يكون أساسه العلمي سليم، ما يكونش مجرد معلومات سطحية أو بسيطة، يكون ممكن قاعدة في الذاكرة من أيام الدراسة دراسة الطب. لا، لازم يراجع الأمور هذه باستمرار، حتى ولو كان متخصص أو كان استشاري والله كان حتى أستاذ في المجال، لازم يراجع المعلومات هذه دائما، تبي مراجعة باستمرار. ونأتي إلى ختام هذا الحديث أو هذا الجزء، نلتقي إن شاء الله في الجزء الثاني. شكرا والسلام عليكم.